انا مش عارف ابدا ازاي، اقسم بالله انا نسيت. انا ابدا فيديو ازاي، انا نسيت. ما علينا، قبل اي حاجه انا اسف بالنسبه لصوت المروحه لو انتوا سامعينه، ما اعرفش هقدر الغيه ولا اعمل ايه بالظبط. هحاول العب فوق من الصوت، اوكي، واحط لكم حاجه في الباك جراوند كده بحاجه حلوه. ما علينا، زي دايما كنت بحط حاجات حلوه باك جراوند. اخر فتره ما كنتش بحط اي حاجه. ما علينا، اللي انا عايز اقوله انا غبت لسبب، اوكي، ومش بايدي، اوكي، ولا حد ما بايدي برضه، يعني الى حد ما. هو اول حاجه طبعا الفتره اللي انا نزلت فيها الفيديو الاخير ده، انا كنت باخد فاكسين وكان حالتي حاله، كان تاني مره اخد فيه فاكسين عشان اقدر اخد جرين باس. اول مره ما اخدتش جرين باس، تاني مره لما اخدته فطبعا طلبت ان انا اخد جرين باس عشان اقدر اخش بار او اخش بنك او اخش اي مكان، مكان يبقى فيه ناس وكده، ان انا من غير ما استعمل حتى ماسكرين او من غير ما استعمل الماسك يعني. فطبعا اضطريت اعمله، وطبعا قعد معايا تقريبا بتاع اسبوع متدغدغ بتحرك كاني راجل عجوز، اوكي. ده اول عذر. تاني عذر ان انا عزلت، اوكي، حتى انتوا شايفين ان مفيش اي حاجه، وما اعرفش، انا مش عارف اذا كنت هحط حاجه ولا لا، مش عارف لان هو ابيض، فجايز استعمله كجرين سكرين. احاول استعمله زي جرين سكرين ولا اي حاجه في كام فيديو، هجرب اشوف. جايز اعرف استعمله، ما علينا، او جايز بحط اي حاجه لون خضراء ولا اي حاجه يبقى جرين سكرين، لسه مش عارف، اوكي، لسه مش محدد قوي. ده اول حاجه. تاني حاجه، طبعا رمضان لما دخل انا كان لاب اصلا قبلها، كان عمال يعمل حاجات غريبه يعني قبلها بفتره. وفي اخر يوم اللي انا نزلت فيه الفيديو ده كنت بكلم حد معين، اوكي، بدون ذكر اسماء الناس، فصل مني، وانا مش فصل، الشاشه عملت لون جراي، لون هو مش جراي ولا ابيض، يعني هو ولا ابيض ولا اسود ولا جراي، هو جراي بس لونه حلو جدا، اوكي. في لون العربيات الجديده دي اللي هي ممكن تطلبها وبتاع، لون تحفه، جايز اعرف اجيبه لكم احط لكم هنا اللون، بس هو لون تحفه، اوكي. فده اللي كان مهديني شويه، ان اللون جميل كان عاجبني، بس كنت مستغرب هو ليه بيعمل كده. ما علينا، فطبعا اكتشفت ان رمضان بعد اسبوع، فقلت بس يبقى ربنا ايه قال لي، يعني معناها ان ربنا مش عايزني اعمل فيديو في رمضان، او انهي الناس في رمضان. قلت بس اوكي، انا هاخدها كعلامه وابدا بعد رمضان، اوكي. ده كان عذر الى حد، يعني كنت بدي لنفسي عذر، اوكي، لان كنت تعبان فعلا بعد الفاكسين ده، كنت تعبان مش قادر اعمل اي حاجه. فالحمد لله برضو رمضان ده كان جميل، اوكي. وفي نص رمضان اكتشفت ان احنا المفروض نعزل، فطبعا اخر رمضان اللي هو اخر اسبوع رمضان، كنا خلاص بنحرك الحاجه وخلاص، يعني بننقل الحاجه من بيت لبيت وكده. فطبعا انا كنت بعزل يعتبر لوحدي، هو اخويا برضو ساعدني، يعني اخد كام يوم اجازه كده وساعدني، بس كان في حاجات كتير قوي المفروض ان هي تتنقل، واضطريت ان انا انقلها. طبعا مفيش غير انا وبابا هنا، فطبعا بابا مش حاجه و60 سنه، فمش هيقدر يشيل حاجه لوحده كده، اوكي. فاضطريت ان انا اشيل اغلب الحاجات، الحمد لله ربنا قدرني، الحمد لله. فبعدها طبعا العيد جه، فعيدنا، يعني اول يوم عيد كنا عيدنا هنا، كنت مبسوط جدا ان احنا عزلنا. وفي يوم العيد احنا كنا خلاص مفيش حاجه، يعني ملناش حاجه في الشقه اللي هناك، اوكي. الشقة التانية دي ما كانتش عجباني بصراحة، لأن كان بيحصل لي كوابيس وبيحصل لي حاجات. برو أنا بسبب الكوابيس ده أنا قربت لربنا بصراحة، يعني هي مصلحة في نفس الوقت، كان لحد ما مش مستريح في الشقة، لأن كان كوابيس كانت غريبة، اللي هو كل ما أنام يبقى فيه كابوس، معرفش إيه ليه، معرفش. ما علينا، الشقة اللي هناك دي أنا ما كانتش عجباني أصلا، معناها هي كديكور كشقه ان انت تقعد فيها لحد ما حلوه، كشكل حلوه، بس كتقعد فيها وتفضل عايش فيها ما كانتش عجباني قوي، يعني ما كانتش، مش كل حاجه شكل، يعني الشقه دي لحد ما شكلها مش واو يعني بالنسبه للشقه الثانيه، بس مريحه اكتر، عارف اللي هو ايه، يعني ابتديت احس ان الشقه مش شرط بالشكل، الشقه تحس ان هي يعني ما تقدرش ان انت هسميها هقولها ازاي، يعني ما تحكمش على شقه من الشكل، يعني ما تاخدش مثلا تشوف شقه مثلا في صوره تقول الله الشقه دي انا نفسي اعيش فيها. خلي بالك انت ممكن الشقه دي انت لو عشت فيها هتلاقيها اقذر شقه ممكن تعيش فيها في حياتك،
دي انا حاجه جربتها والحمد لله الحمد لله. انا اصلا من الاشخاص اللي هي ما بتحبش الشقق اللي هي الكبيره واللي هي كلها تبقى هاي قوي وتبقى واو، بحس ان الشقه ما فيهاش روح. بحب الشقق اللي هي العاديه شويه، فاهم؟ اللي هو تبقى فيها كام حاجه مكسره، فاهم؟ بحس ان فيها روح. لكن لو شقه كلها ما فيهاش حاجه مكسره اللي هو ما فيش روح، فاهم؟ ما علينا الواحد بيتعلم، كل ما بتعيش كل ما بتتعلم حاجات جديدة، وبيبقى بتاخد experience من الحياة، بتبتدي تفكر على الحاجة بطريقة مختلفة. يعني في الأول كنت أشوف شقة واو جميلة، أنا نفسي أعيش في شقة زي دي. دلوقتي لو شفت شقة حلوة مش هبقى اللي هو أنا عشت في شقة حلوة بس ما كانتش حلوة، يعني فاهم؟ نفسيا مش مرتاح، حاسس إن هي، لكن الشقة دي هي مش وحشة، يعني لو وريتها لكم بس هي متكركبة دلوقتي، هي مش وحشة بس يعني جنب الشقة التانية أنا بقارنها اللي هي مش واو واو، فاهم؟ بس مرتاح فيها ومبسوط إن أنا نزلت فيها بصراحة. فطبعا أول ما جيت الشقة أنا كنت ناوي إن أنا أبتدي أعمل يوتيوب، بس في حاجات بتظهر لي، فاهم؟ بتظهر لي أعمل مش عارف إيه وسناني خلعت ضرس العقل وحاجات كتير قوي حصلت لي، فاهم؟ هو انا بني ادم بني ادم، ما علينا. فالحمد لله ظبطت اموري دلوقتي. طبعا بالنسبه للاب انا مشغل المونيتور بتاعي، انا مش عارف اذا كان اللاب هيفصل ولا لا، الشاشه نفسها هتفصل، فمشغل في المونيتور فاقدر اعمل رياكت الحمد لله، فاهم؟ والاضاءه برضو الحمد لله مظبط الاضاءه شويه لحد ما، يبقوا عرفوني برضو لو الاضاءه حلوه كده، يبقى كل مرة هعمل رياكت على كده، اوكي؟ ما علينا، المهم اني رجعت الحمد لله. يا رب يكون الفيديو ده يكون قصير، انا هحاول ان انا اخلي الفيديو ده يكون قصير عليكم، اوكي؟ بالمناسبة انا المفروض ان انا ابتدي اقرا الكومنتات بتاعتكم، اوكي؟ لو حد عايز يقفل الفيديو على كده، اوكي؟ لو في اغاني او فيديوهات كليب او اغاني جديدة نزلت، انا ما بقتش عارف اتكلم قدام الكاميرا، انا كده ما كنتش بعرف، بس لحد ما كان عندي اسمها ايه، ان انا اقدر ابص للكاميرا. دلوقتي مش اللي هو بحاول ابص للكاميرا، مش عارف ابص للكاميرا، مكسوف. ما علينا. فلو في اغاني ولا اي حاجه نازل جديده اكيد نزلت، انا شايف في الموبايل، اوكي؟ شايف حاجات نازل جديده، قلت اوكي جايز لما ارجع ان شاء الله الناس تدهاني اعمل عليها رياكت، وبدوني حاجات لو يعني زي بيتادين، اوكي؟ لان انا فاكر الاغنيه دي كانت عجباني جدا بقالي فتره. ما على فكره ممكن اعمل على الفيديوهات اللي انا عملت عليها، اعمل عليها رياكت، لان انا نسيت انا كنت بقول ايه ولا عملت ايه، هتاخدوا مني رياكت مختلف تماما، اوكي؟ بس بيتادين انا فاكر بيتادين، يعني ممكن لحد ما ادندن معاه لان انا كده، فاهم؟ ما علينا، هقرا كومنتات، هبتدي اقرا كومنتات. اوكي، من اربع شهور شوك كاتبه لي وعيد الفيديو 100 مره، مره جزء من يومي. على فكره انا جايز ما اعرفش اقرا الكومنتات، مش عشان انا ما بعرفش اقرا، لا، عشان العربي في اللاب بيشقلب الكلام، يعني هي ممكن تكون كاتبه لي مش طبيعي، يعني ممكن يكون بادئ اصلا من هنا، اوكي؟ هيظهر لكم دلوقتي، جايز يكون بادئ من هنا مش طبيعي، صرت لما ابي اسمع اغنيه اسمعها من رياكشناتك واعيد. اي شفتوا ف اوكي، انا المفروض ان انا ما اقراش كومنتات. انت فين يا جدع من شهر؟ اوكي، انت فين يا جدع؟ وحشنا ديفينشي، وانت كمان والله وحشني، كلكم وحشني فشخ. اوكي، انا في كومنتات، في كومنت برضو كان عاجبني، واحد بيقول لي عشان خاطر ال 2000 وشويه ترجع حاجه زي كده، لو انت بتحبنا حاجه زي كده. فاللي هو برو، والله انا كل شخص فيكم انا بحبه جدا، اوكي؟ وبشكر الناس اللي هي كتبت لي كومنتات اللي لسه فاكراني، اوكي؟ يعني في ناس من شهر اهو، في شهرين، انت فينك؟ بطلت ولا ايه؟ ابن النادي؟ لا، انا ما بطلتش، انا مبسوط بصراحه، يعني ما كنتش متخيل ان في حد هيفضل فاكرني حتى انت رحت فين يا اسطى زيزو من شهر، فانا ما كنتش متخيل كده من 8 ايام جورني. فا اوكي، فورتكس كاو 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 كاو، تقريبا دي اغنيه، دي تقريبا المفروض اعملها، اوكي؟ تقريبا دي جديده، لو جديده بعرفوني جايز ابدا بيها بكره، اوكي؟ فورتكس، بحب فورتكس فجايز ابدا بيه من 3 شهور، اوكي؟ انا مش لاقي الكومنت اللي كان مكتوب اللي هو كاتب لي 2000 وشويه، ف
ما علينا. اللي انا عايز اقوله شكرا طبعا للناس اللي فضلت فاكراني اخر فتره اللي فاتت دي، من حتى من شهر او شهرين او 3 شهور. اوكي، لان انا ما كنتش متخيل ان في حد بعد حتى شهرين حد اصلا هيجي يكتب كومنت اللي هو انت رحت فين ولا اي حاجه. فطبعا ده طبعا من فضل ربنا عليا الحمد لله، مش شطاره مني. اوكي، مش شطاره مني ولا اي حاجه. علينا، اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الاغاني الجديده اللي نزلت عشان ابتدي اعمل رياكشن عليهم. اوكي، واعمل رياكشن، انا بعمل رياكشن على حاجه اول مره. وخصوصا في حاجه انا نسيت اقولها برضو قبل ما اقفل الفيديو، انا عارف ان انا جايز اكون طولت في الفيديو ده. بالنسبه للاعلانات، انا اول يوم مش هحط فيه اعلانات خالص. اوكي، تاني يوم هحط فيه اعلانات. اوكي، فاللي هيتفرج على اي فيديو في اعلان اعرف ان هو عدى عليه يوم. اوكي، مكتوب لهم عندك. اللي انا عايز اقوله ان انا مش هحط اعلان في اول فيديو، يعني اول فيديو اول ما انزله مش هيبقى فيه اعلان ولا اي حاجه. اوكي، لو ما فيهوش كوبي رايت طبعا، لان بنزل فيديوهات بيبقى فيها برده كوبي رايت عادي. ف صباح الفل، انتوا عارفين صباح الفل. المهم يبقى في فيديو، يبقى في ناس تتفرج على حاجه وتبقى مستمتعه، واستمتع انا كمان بالرياكشن. اوكي، ان انا اعمل فيديو كده. ما علينا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب، بكره او بعده على حسب الاغاني اللي انتوا هتجيبوها لي. يلا Choose. Let me whisper in your ear, 'cause you know I'm a freak. You know nothing about going down that deep. I don't give a fuck what they say about me.